يتربع الدولار على لافتات رفعت على مضخات محطات المحروقات. يجاور العملة اللبنانية لكنه يمنح أصحاب المحطات اطمئناناً أكبر، لذلك لجأ بعضهم إلى إعلان الأسعار بالدولار وما يعادله بالعملة الوطنية قبل أن تسمح وزارة الطاقة بالأمر. فالسلعة المستوردة بالدولار قد تكبد تجارها خسائر كبرى بسبب التلاعب والتفاوت المستمرين في أسعار الدولار والليرة. فلا يجوز الاستمرار بجدول تركيب الأسعار لا يواكب أزمة انهيار الليرة، ولا ليراعي مصالح المستهلك ولا صاحب المحطة. فكيف لنا أن نستمر دون تنظيم مسألة بديهية بسيطة، وهي أن نشتري مواد البنزين بالدولار الأمريكي ونبيعه بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر راكم علينا خسائر كبيرة. المحروقات والخبز هما السلعتان الأخيرتان اللتان ما زالت أسعارهما تحدد بالليرة اللبنانية. فالاقتصاد اللبناني الذي يقوم على الاستيراد ما عاد يمكن تنظيمه على أساس ليرة وصلت إلى أدنى مستويات انهيارها، ولا أمل قريب في استعادتها لعافيتها. التسعير بالدولار يجتاح قطاعا بعد قطاع، وقد وصل مؤخرا إلى قطاع المحروقات. طبعا الانعكاسات على المواطنين الذين يتقاضون بالليرة اللبنانية ستكون سلبية جدا، حيث أن المواطن سيضطر إلى تصريف الدولار بسعر أعلى من السعر الذي تعطيه المنصات في الأسواق وفي عند الصرافين، وبالتالي سيتكبد المزيد من الأثمان لدفع ثمن المحروقات بالدولار. ويلوح عدد من أصحاب محطات الوقود بالإضراب في حال لم تنفذ الوزارة مطالبهم، وهم أكثر من يعرف كيف لتداعيات هذا التهديد أن تؤثر على الحياة اليومية بعد أن جعلوا من طوابير المواطنين أمام محطاتهم صوراً للتاريخ طيلة سنوات الأزمة الثلاث. قد يكون واحدة من مفارقات الأسواق في لبنان أن محطات المحروقات ليست قطاعاً حراً، بل هو قطاع مرتبط بسعر تحدده وزارة الطاقة، وهذه الأخيرة تضطر إلى إصدار أكثر من جدول أسعار يومياً لتواكب حركة الدولار والليرة اللبنانية. داريم حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.